حبيب، خدوا النبي الفطار ده وديه للنام. طب برز يا اخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطن ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبة، يا استاذ لمبة، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبة. طب ثواني ونزل. هاتيا هاتيا، ما هو بقول لك هاتيا، ما بقول لك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هات الجنيه المغربي بلاش. هات، انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد روح بجنيه اهو. احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرائب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت يال. لودة لودة لودة، ما همتش برضو على النوجة. طب عليك يا جرى علي، اعدى طبع راس عم بقال زي حاجات. اسدومه، ايوه اسدومه، ايوه يا اخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي فين اسدوم؟ انا اللي اسدوم. عملت ايه في الفرامل والدربليات؟ 100 100 يا باشا، من ساعه ما اللوست اشرف كلمني ظبطت لك كل حاجه، والفرامل 100 100 وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربيه وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربلياش في الحته دي. في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي، انا جاي لك اول وقت. الله نور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزها تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براءة بإذن الله. اشرف اشرف، الله يخرب بيتك، اتأخرت كده ليه؟ أنا دكتور أستاذ والله، عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش. نهار أسود، الليلة السود. طب وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دوخت، انا جايب حتى رحت اجلت ربع هو عشان اي حد يطلع. بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله قدرك وتترافع، وانا الحاجه المحامين دول خالص. ولان وشك كده؟ ماله؟ انت جايب بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا انت، مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. من المحامي يا شريف افندي. المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي. براءة بإذن الله إن شاء الله. براءة. أبص إيدك شوف شكله عامل إزاي. ده مش بعيد يحطنا إحنا الاتنين في مشترك ويغتصبنا دفعة واحدة. افندي. نعم. بقول لك يا متر. ايه؟ ما تقوم تترافع أنت أدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضية. أيوه حاضر، ما أنا عارف. ندعو على القضية. والمصحف سمعت. خشب العظم. والنبي سمعت. أما قمت تترافع. يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات السادة المستغربين. أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة. ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل محامي عملها الواد زبق.
ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبض على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صورت رئيس عصابه اي حيوان انت بتتريق لا مهابه ايه مهابه ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده ده هو ده؟ ايوه يا حاجة ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا قرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوا لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس اني راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع منك عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية تفاصيل ايه بقى يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل ايه يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولا ده حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسم عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على قتل أنا ما اتفقناش على كده عاد أنت كنت في تعمل لي مفاجأة يا مولاي أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقت الوزارة يا رب سكينة شاب ضرب في السكينة في حنكه أيوة حاضر أهو شرن بقه يعني ايه شرن بقه دي جون حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلق حنجل قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو انك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده حاجة. انت بتعملت فيه جافيه ليه سيد الرئيس ان طعنه موكلي لحنجل كانت طعنه رقيقه كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه
فالمحامي اتطبق والاتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك ده هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. وحياه المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تؤجل القضيه. والله هتقولها، هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي، 5000 جنيه لفي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ اتبطل وش بس، ما انت بتتوشش مش سامع خير. ايه؟ بتقول ايه؟ اللي يلا بقى. ارجو يا حاج ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بوستين. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. ايوه بحسب البوستين. ايه؟ اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفة وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج، حب يا جمل. ده انت عندك في البيت رهوان يا بنت. خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل، ده ابن خالتي، ابن خالتي برضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعة. منور يا حاج عجة. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس في ثواني ثواني. اوعي بعد بس بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكة تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسة. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة، ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به، القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعالي يا غريلة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيلة الحايح، أنت
قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان ضلمة كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، أليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة أنك قلتي أن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تلفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة، ردي يا حاجة، فتح الله عليك، ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أنا بس حبيت أثبت لرسالة المحكمة ان دي النمره الخاصه بالمولدعيه اللي كانت معاها اثناء الزعططه، وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي، يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمه لا تقل عن 10-12 دقيقه، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا امه هتظبطي، يلا باي. نبيلة، انت نمرة الموبايل بتاعك 013-453-1. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضوريا اولا بالقاء القبض على المجني عليها واحالتها الى النيابه العامه وتوجيه تهمه البلاغ الكاذب اليها، وساعة